السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع يسهل عليك كتير جدا في موضوع البرمجة. انت ممكن تقول له انا عايز اعمل اكتب كذا، فهو يبدأ ان هو يكتب لك الكود، او تديله كود مكتوب بأي لغة فهو يبدأ يكتبه لك بلغة تانية. يعني ممكن يكون عندك كود مكتوب بالفيجوال بيزك وعايز تحوله لبايثون او جافا، فيبدأ ان هو يحوله لك في ثواني. ممكن ما يكونش عندك كود، ممكن يكون بس عندك الفكرة فتكتب له الفكرة وهو يبدأ ان هو يبرمجها لك. عندك سي بلس بلس، عندك لغة الار، روبي، عندك البي تي بي، اي لغة من ديت حابب ان انت تبرمج بيها، تمام؟ هتقول له بس ايه، انا عايز ابرمج بسي شارب، تمام؟ فيبدأ ان هو يعرفك عليها ويبدأ يديك فرصة ان انت تبرمج من خلالها. convert code from سي شارب to the following، لو انت عندك سي شارب وعايز تحوله مثلا للار، فيبدأ يقولك اكتب الكود هنا وهو يحوله لك من السي شارب للار. طيب انا بقى مش عايز اعمل كده، انا عايز ان انا اكتب له اللي انا عايزه هنا وهو يبدا يحط لي اللغه، فاجي هنا واقول له مثلا عايز كذا ويبدا ان هو يحولها لي، كتبها لي بلغه الروبي. طيب خلينا نختار لغه تانية وليكن مثلا اكتب له ايه البرنامج اللي انا عايزه بالانجليزي عادي، تقول له مثلا انا عايز ايه، هو بيقول لي حتى اكتب لي وصف اللي انت عايزه، هو يبدا ان هو يحول لك للغه اللي انت عايزها، كتب لك الكود كله في ثواني، تمام؟ فاي لغه برمجه انت عايز تجربها تبدا تعملها، تمام؟ هنا بقى بيقول لك لو انت عايز تعمل كونفرت من جافا سكريبت لاي لغه تانية تقدر انت تستعين بالتولز هنا، وليكن مثلا خلينا ندخل على جافا سكريبت اهوت. لاحظ ان انا كل ده اصلا ما عملتش حساب حتى ولا حساب مجاني، ما طلبش ان انا اعمل حساب. وهنشوف برضو الاسعار كام لو حد عايز حاجة ادفانسد شوية وعايز خدمات اكتر. طيب هاجي هنا واقول له ايه، اعمل لي الكود دوت، ده على اساس يحول من درجة حرارة سلزية لفهرنهايت. طيب تعالى نشوف الاسعار. فري ليك ان انت تعمل 10 كونفرت، تعمل 10 تحويلات و 4000 حرف. لو انت عملت اشتراك $24 في الشهر unlimited تبقى مفتوحة معاك، تمام؟ وممكن تبقى في السنة $120، هتبقى في توفير $60. انا شايف انها اداة قوية وجميلة، ولو حد شغال في البرمجة اعتقد هتوفر عليه وقت كتير.